السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع ام تسليم. الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة عن حنين ومودة الادهم، البنتين اللي هما مشهورين بتوع التيك توك دول، البنات اللي هي بتبقى لابسة لبس عريان ولبس ضيق وبتطلع في الفيديوهات عشان تستفز الشباب. الاتنين دول يا جماعة طبعا كانوا مقبوضين عليهم قبل كده بسبب قضية التعدي على القيم، خرجوا منها اخلاء سبيل ودفعوا 300,000 جنيه كل واحدة منهم. دلوقتي يا جماعة النيابة اصدرت قضية تاني عليهم، قضية الاتجار بالبشر. القضية دي يا جماعة لان هم بصوا كانوا بيستغلوا اي بنت محتاجة فلوس وكده، يقولوا لها البسي لبس عريان والبسي لبس ضيق واعملي مكياج اوفر ومش عارف ايه، وتصوري على التيك توك وانتي تاخدي فلوس. طبعا هما كانوا بياخدوا من ورا البنات اللي بيعلموهم دول فلوس برضو. فالنيابة النهاردة امرت بحبسهم تاني يا جماعة، احنا مش عايزينهم يخرجوا اصلا دول، لانهم خرجوا من الحبس يا جماعة المرة اللي فاتت ومحرموش، ده رجعوا اسخن من الاول. يعني هما رجعوا اسخن من الاول، رجعوا يلبسوا لبس مستفز اكتر من الاول، يعروا لحمهم اكتر من الاول عشان يجمعوا دولارات يا جماعة، عشان يجمعوا دولارات من على التيك توك. طبعا انا جبت لكم الموضوع ده يا جماعة، حبيت اناقشه معاكم عشان انا الموضوع ده صراحة ربنا اقول لكم حاجة، لو شفتوا البنات دي يا جماعة قبل الشهرة هتشفقوا عليهم من شكلهم ومنظرهم كان عامل ازاي قبل الشهرة وقبل الفلوس. البنات دي يا جماعة لما بحثوا عن حساباتهم في البنوك لقوا اموال طائلة، دولارات مصري، فلوس مصري، لقوا يا جماعة فلوس طائلة زي ما بيقولوا كده. بيجي لهم حوالات من بلاد برة كتير، حوالات من اشخاص هما بيروحوا يستلموها بسبب ان هما بيتاجروا بجسمهم يا جماعة، بيتاجروا بجسمهم عشان يلموا دولارات ويلموا فلوس. هما اتحبسوا دلوقتي، اتحكم عليهم كمان ب45 يوم بتهمة الاتجار بالبشر. طبعا ممكن ما يطلعوش من القضية دي كده بالساهل. القضية التانية كانت تعدي على القيم، كانت طلعوا منها اخلاء سبيل ودفعوا 300,000 جنيه والموضوع ايه وخرجوا. لكن القضية دي يا جماعة مش عارفة صراحة ربنا هتبقى اخر القضية ايه. ادي يا جماعة اخرة بنات التيك توك اللي بيتعروا عشان يكسبوا فلوس، ادي اخرة كل بنت تقول انا اعري جسمي واعري لحمي عشان اجيب فلوس، اجيب دولارات، دي اخرتها. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق. قولوا رايكم يا جماعه في مودة الادهم وحنين دول يا جماعه في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.